الفنان عمرو يوسف معانا في بوابة اخبار اليوم. اهلا بيكي ومنوره النهارده. الف مبروك على مسلسل عدى تنازلي، وعايزينك بقى تكلمني عن المسلسل. اكلمك اقول لك ايه، الناس خلاص شافت المسلسل، فمفيش حاجه ينفع انا اقولها بعد ما خلاص الناس شافت المسلسل. بس يعني اللي اقدر اقول لك رد فعل الناس على المسلسل كان مبهر بالنسبه لي، وسعيد بيه جدا جدا فوق ما كنت اتخيل يعني. فالحمد لله ويا رب دايما ده اللي يحصل. نتكلم عن استعدادك لشخصيه سليم فواز. الاستعداد لسليم فواز عادي، قريت كويس جدا، ذاكرت كويس جدا، حفظت كويس جدا، وبدأت أحاول أخليه من مجرد كلام مكتوب على ورق لشخصية لحم ودم. وكل ما الواحد بيقدر كممثل أنه يعمل كده كل ما بيتقرب للمشاهد أكتر. علشان كده يمكن برغم أنه هو كان شقي شوية وبيعمل حاجات يعني غلط سليم فواز، إلا أن الناس تعاطفت معه وحبته وصدقته، لأنه هو راجل اتظلم أو تعرض لظلم جامد جدا، وده اللي خلاه يقرر أنه ينتقم. اللي جذبك للشخصية هي تحول الدكتور الجامعي إلى إرهابي؟ هو لم يتحول إلى إرهابي، ودي وجهة نظري اللي أنا بأكد عليها دايما. أنا خلاص هو عامل كل عمليات إرهابية. أنا عمري ما شفته إرهابي، أنا دايما بشوفه واحد الانتقام عماه وقرر أنه يروح وينتقم بس، لكن مش إرهابي. طب يعمل عملية واحدة هو خلاص بقى ما هو غير متزن، هو شخص دلوقتي اتعرض، هو خلاص شخص غير متزن ودخل في سكة ما قدرش يرجع منها. فده اللي خلاه يتحول زي ما انت قلتي الارهابي. بس هو مش ارهابي، هو بني ادم اتظلم، والظلم ده بيولد الانفجار، وهو اللي حصل ان هو انفجر وخسر كل حاجه، خسر بيته وحياته ومراته وابنه. بس الرساله بقى اللي انت بتوجهها ان هو مش كل واحد يتظلم مثلا من امن الدوله او من داخليه يتحول بقى ويبقى ارهابي، صح ولا لا؟ ما هو لما سليم اتحول بقى ارهابي خسر. نسي حياته كلها وبيته وابنه، وراح يجري ورا الطار اتبهدل. فبغض النظر عن الرسائل اللي بيوجهها العمل، انا ما بوجهش رسائل، احنا بنعمل قصه تعجب الناس، ده اهم حاجه عندنا. بس زي ما انت شفتي، لو انت عايزه تفهمي رساله معينه من العمل يعني، هتكتشفي ان هو اللي حصل في حياته ده نتج عنه ان هو ضرر شديد جدا. بس طبعا المسلسل فيه مشاهد اكشن كتير جدا، اكيد ده اجهدك جدا، اتعاملت ازاي مع كل مشاهد الاكشن؟ وبالرغم من كده في مشهد انت وقعت في الصحراء لما كان جابر بيطاردك وانت بالعكس، انت لما تعورت انت كملت تصوير المشهد بس طلبت من المخرج ان انت تصور وانت قاعد. اتكلمنا عن المشهد ده. ولا حاجه، احنا كنا بنصور في منطقه صحراويه في برواش، وبعدين كان في مشهد انا بطلع على الجبل وبعدين بلف وبنزل من على الجبل. فانا طالع الجبل الموضوع كان ظريف جدا، وانا نازل من الناحيه الثانيه اتزحلقت فوقعت فتعورت، ورجلي حصل فيها مش جزع يعني، حاجه زي كدمات كده في الركبه اليمين والشمال. فكان فاضل لنا مشهد او مشهدين في المكان ده، وما رضيتش ان انا امشي من غير ما اخلصهم، بس استاذنت المخرج ان انا اعملهم وانا قاعد يعني، ما بقاش واقف، هو المفروض كان يبقى واقف. فعملناهم ومشينا، ما رحناش اللوكيشن ده تاني الحمد لله يعني.